بولاية بسكرا كشفت رئيسة مكتب جمعية بشائر الرحمة لبلدية تغنيف أن فرعها وزع 80 محفظة على تلاميذ المعوزين بالإضافة إلى نشاطات أخرى متنوعة. تغطية مرزا فضيل. كما اليوم راني أنا نقدم نفسي السيدة زم الله شهوريق رئيسة الجمعية فرع تغنيف، كما أن نوجه اليوم التشكرات للمحسنين اللي عاونوني في الجمعية وعاونوني. راني مديت 87 محفظة بها باللوازم تاوعها ومازال العملية متواصلة، ورانا نمدو في الكتوبة للناس المحتاجين هذو. وكما كتشوفوا احنا جمعية المحسنين واقفين معانا، نطلبوا بالناس اللي يزودوا يعاونونا ونزود. راني انا باغي ندير نشاطات ونزيد، بصح ماذا بيا تعاونوني نتوما المحسنين. وحنا درنا عيطة صوالح، لمينا في عيد الاضحى 200 عائلة، مدينا 10 كباش ريفي طايمة ما شاء الله. نحمد ونشكر العيد الكبير. قفة رمضان درت 260 قفة، مبلغ 60 مليون محسنين تبرعوا لي بها، عطيتها للعائلات. والخبز يوميا، الحليب يوميا، هذه هي خدمة جمعية بشائر الرحمة. ونطلب إن شاء الله كل عام وحنا بخير إن شاء الله. ونشكر الصحافي معنا سي الفضيل، وربي يجازيكم وكل عام وأنتم بخير وشكرا.